أن الميراث في كنظام حقوقي في التشريع الإسلامي لا ينفصل عن القضايا الأخرى الحقوقية، ومن جملتها موضوع النفقة ومشاكل ذلك. يعني من يريد أن يقرأ هذه يجب أن يقرأها بصورة متكاملة، ليس منفصلة، لأن القراءة المنفصلة تشعر بشيء من المظلومية، القراءة المتكاملة تعطي شيء من الإنصاف. مع أنني أقول ليس هناك نظام، حتى النظام التشريعي يمكن أن يعتبره الجميع أنه منصف لهم. ليس هناك قانون، حتى لو كان قانون إلهي، ممكن أن يعتبره الجميع، لأنه هناك استثناءات. مختلف عليه مع إبراهيم عيسى.